اللي اختار الشهر واليوم والساعه لجنه محترمه قوي، مش احنا. انا كنت نقيب في الحرب دي، امكانياتي متواضعه، سن في ترس اسمه القوات المسلحه بيدور. اللي اختاروا لقوا شهر نوفمبر هو الامثل لتنفيذ المهمه، نوفمبر مش اكتوبر. لكن انا بحارب مع سوريا، انا غرب اسرائيل وسوريا شرق اسرائيل، بنحارب في توقيت واحد. سوريا قالت لو استنينا نوفمبر الجليد هينزل على هضبه الجولان، الجنزير فيه مشاكل في الدوران، مش هنقدر نستنى نوفمبر، لازم قبل كده. حاربنا في اكتوبر، واكتوبر يعني الاختيار كان قدري لحد 10 رمضان كان قدري. جاي لحضرتك. طيب ده الشهر. طب اليوم اللي اختار اليوم، لجنه قعدت لقت ان اسرائيل فيها على مدار السنه 8 اجازات دينيه وقوميه في اسرائيل على مدار العام، فيهم 3 اجازات في شهر اكتوبر، فيهم عيد التوراه وعيد المظال وعيد الغفران اللي هو يوم كيبور. يوم كيبور عيد الغفران كان اجملهم لانه يوم سكون في اسرائيل. سكون يعني ايه؟ يعني عباده وصلاه بس في كل اسرائيل، مفيش حركه، مفيش زياره، مفيش خروج. حتى يا استاذ عوض، الاذاعه الاسرائيليه والتلفزيون الاسرائيلي ساكن ما بيشتغلش. اسرائيل قوام قواتها المسلحه شقين، قوات عامله وقوات احتياطيه. القوات العامله موجوده قدامنا شرق القناه مباشره على النقاط القويه، خط بارليف الحصين متواجده ليل نهار، وراها احتياطيات بتخدم عليها محليه وقريبه ومتوسطه. وده يمكن تلت القوات الاسرائيليه، تلتين القوات الاسرائيليه موجود في المصانع والمزارع والمؤسسات الدوله. بيستدعى بالاذاعه. طب لو الاذاعه مش شغاله هيستدعى؟ لا. والمثل قال لك ايه؟ اللي تغلبه العبه. المصريين ده اللي حصل. طيب يبقى خدنا يوم كيبور. التوقيت اللحظه وافق هذا اليوم، وافق يوم 10 رمضان. الروح المعنويه والايمانيه، ان انت جواك، جوه اي مصري ايا كانت ديانته، يهودي مسيحي مسلم، العقيده جوانا بنتربى عليها. اخترنا هذا اليوم. اما اختيار الساعه فده اللي كان اختيار عبقري، لان مفيش جيش في الدنيا حارب الساعه 2 الظهر. الجيوش تحارب يا في اول ضوء وتقاتل طول النهار، وطول الليل ترفع كفاءتها وتستعيد توازنها عشان تحارب اليوم الثاني. ما هو العسكريين مش كل واحد بيحارب يوم ويروح ويجي غيره يحارب، لا، هي المهمه متصله، كانت 10 ايام. ولو عندك معدات ليليه تقدر تهاجم العدو بتاعك طول الليل، وبالليل بالنهار تستعيد توازنك وتستتر من ضربات العدو. طبعا مفيش مخلوق اداني سلاح ليلي، عايز سلاح ليلي ليه؟ ما انا عليكم مشكله، ما عنديش قوات جويه ليليه. عايز النهار اخد بيه كل النيران اللي عندي، اقدر ادمر بيها القوات الاسرائيليه على الحد الامامي، على قناه السويس، وفي العمق مراكز القياده، مراكز الحرب الالكترونيه، كل الاحتياطيات اللي في العمق. عايز استفيد بالقوات الجويه النهاريه، وعايز الليل عشان اصل المعديات والمعابر والكباري، واسيب واخد فرصه من الليل العسكري المشاه يقدر يقاتل. والمصريين حريفه شغل ليل. الليل عندي مزاج، الليل عند المصريين في الصحراء مزاج. يعني ما تقوليش مدينه وما تقوليش تلفزيون، لا، اديني الليل في الصحراء عشان تشوف جمال الانسان المصري في العمل الليلي في الليل. ده اللي اختيار الساعه 2 الظهر. اخد جزء من النهار، قوات الجويه تشوف مهمتها، المدفعيه تشوف شغلها، وزي ما اتقال الشمس هتكون في وش ده بقى جزء بقى رئيسي. ان اول ضوء الشمس في مواجهه المعدات والاجهزه المصريه، واخر ضوء هيبقى شروق الشمس في اتجاه المصريين، غروب الشمس في اتجاه السوريين. عشان كده كان اختيار الساعه 2 الظهر. على فكره، اما اختر مشي ديان الفجر، فجر 6 اكتوبر، وديفيد اليعازر رئيس الاركان قال له في مصيبه هتحصل في مصر النهارده، والراجل طلع الساعه 7 8 الصبح على خط القناه المره، لا الدنيا هاديه، لا بص على الجبهه المصريه شاطئ الغرب قناه السويس، الاوضاع مش طبيعيه. الساعه بقت 11 12، المصريين ما عملوش عمل رغم ان اوضاعهم مش طبيعيه النهارده. اتقلق، كان معاه قائد الجبهه الجنوبيه كان اسمه شامويل جوني. بعد ما مر على الخط ساله، قال له هل طلعت تقارير اليوم؟ قال له نعم قراتها. قال له ماذا فهمت منها؟ قال له لم اتبين منها شيء. قال له لقد فهمت انا، لقد نجح المصريون في خداعنا هذه المره، بس الساعه 11 12 وما عملوش حاجه وما عندهمش معدات ليليه، فلنرقب الموقف حتى باكر. طبعا انتم ما طلعتوش جدعان واستنيتوا لبكره، عملتوا عمليتكم دي، وطبعا اليهود زعلانين منكم لحد النهارده. طيب عشان اللي انتوا عملتوه ده. عاوز ارجع بقى لذكرياتك الشخصيه، حضرتك عرفت امتى توقيت الحرب؟ حاضر. من الذي ابلغك؟ حاضر يا فندم. كنت بقى محدش يضحك عليكم يا مصريين ويقول لكم انا كنت عارف، اصلا انا خدت خبر قبلها بالشيء الفلاني. حصل الاتي، الساعه 10 8 ونص الصبح ضرب جرس التليفون في ملجئي،
خير يا عبد الحميد يا فندم، في مؤتمر الساعه 10 مع سياده العقيد فؤاد قاضي الله وفاروق العمليات. في ايه يا عبد الحميد؟ مش عارفين يا فندم. دخلنا الساعه 10 الست قاضيه كانت في الجيش الثالث. انا في الجيش الثالث يا فندم، محدش مال الجيش الثالث، انا كنت مجهود رئيسي الفرقه السبعه اللي هو الثامن ده، محدش مال الجيش الثالث. دخلنا مركز العمليات، العقيد فؤاد وقف قدامنا. الله يرحمك يا سيد العقيد فؤاد، رحمه الله عليك، انسان جميل، كان قائد اللواء عقيد، مات من حوالي سنه ونص، الله يرحمه رحمه رحمه الله عليه. واحنا رجالته اللي رحنا شلنا الجثمان ودخلنا الكنيسه، واحنا اللي صلى عليه، وانا وقفت كلمت كل المشايعين، قلت لهم اعرفوا مين اللي انتوا في وسطه ده. بعد ما خلصوا الصلاه خدت الميكروفون بالقسيس، قلت له اديني، لازم الناس دي تعرف مين اللي انا هدفنه ده. وسمح لي الحقيقه كتر خيره. وقف قدامنا قال كلمتين ووشه وشه مقلوب، مش ده العقيد فؤاد. النهارده يوم العبور، يتم المرور على الحد الامامي، تاكيد المهام على القوات، لا يتم الاختار بالتوقيت، التوقيت بعبور القوات الجويه وبدء نيران المدفعيه، تفضلوا. يا فندم انتهى. احنا مشينا تايهين، ليه العقيد فؤاد بيعمل كده؟ بس مش ده العقيد فؤاد اللي احنا متعودين عليه. النهارده في حاجه مش صح. انا مريت قبل الساعه 12، كنت مر على الحد الامامي عشان ابلغ العناصر بتاعتي اللي هتعدي في الموجه الثانيه في القارب 73 والقارب 144. كان عندك رجاله الناحيه الثانيه فين؟ لا، رجالتي كانت غرب القناه بتعدي في الموجه الثانيه في القوارب. احنا اقتحمنا قناه السويس ب 12 موجه قوارب، كل قارب فيهم خدنا بين 11 دقيقه و40 ثانيه اقل موجه، وصل في قوارب 24 دقيقه حسب التحميل اللي بيتم فيه. القارب رايح ب 13 14 عسكري وراجع بعسكريين. الموجة الثانية كان عندي 73 قارب 73 والقارب 144، هنا الملازم حسين أحمد عيسى غباشي ومعه محمد عبد التواب ومعه ملك ناشد داوود ومعه محسن مذكور، وهنا الله يصبحهم بخير الله يرحمك يا حسين مات من سنة وشوية، وهنا عندي في اليسار الملازم أول محمد عبد السلام السيد سعيد مع رقيب دويك مندوق جبر الدويك من كفر البرمان في المنصورة، ومعه الشحات علي عيسى من إسماعيلية ومعه حسين بدر من دمياط. اديتهم المهمة وتفاجئنا الساعة 2 الطيران فوقينا. قائد اللواء نفسه السيد قائد اللواء عارف الساعة 8 الصبح ما فتح الظرف اللي جاي له من فرق من فرع عملية من عمليات الفرقة، قادة الفرق عرفوا قبلها بيوم، قادة الجيوش قبلها ب 48 ساعة. مفيش مخلوق عارف إن في حرب غير ساعة الحرب، مفيش مخلوق عارف إن إحنا بنجهز لحرب غير وإحنا بنحارب، مفيش مخلوق عارف إنه بيعمل خطة خداع وهو كلنا بنشارك في خطة الخداع ومحدش عارف بيعمل. أظن عاوز أرجع لذكرى مهمة جدا أو لحظة فارقة ربما في حياتك اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها عن سعادة العقيد فؤاد، أنت لا تنسى هذه اللحظة أبدا، دائما في ذكراك. أنت لو عشت مكاني مع الناس دي وليل نهار وبعدين حاربنا مع بعض وأربع شهور في الحصار، أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير، وتشوف الراجل ده بيقود ضباطه وعساكره إزاي، وتشوف لحمة الإنسان المصري في الظروف الصعبة، تشوف إن مصر على جماله. العقيد فؤاد قائد اللواء بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي، لأنه عاش في وسطنا وعشنا معاه، كنا مش بنعيش اكتر من بيوتنا، لا بيوتنا انساها، انما ده هو ده تاريخنا، هو ده حياتنا، هي دي رجالتنا، دول ناسنا، دول قرايبي، دول ناسي. عشان كده الفتره دي مرسومه جوايا ما بقدرش انساها. انا مستشعر احساسك ساعه لو صادق للغايه.